كيف تعمل بطاقة معايدة على شكل بابا نويل؟ نحتاج إلى كرتون أحمر وأصفر قياس 10×10 سنتي، قطن، صمغ، وقلم. نضع الكرتون الصفراء فوق الحمراء ونثنيهما من النصف لتصبح على شكل مثلث. نثني الأطراف إلى الداخل. نضع الصمغ من الداخل ثم على الطبقة الثانية. نضع الصمغ بين المثلث الخارجي ونضع الكرتون الحمراء بينهما. نرسم الوجه. نثبت القطنة بالصمغ على رأس القبعة ونكررها لعمل اللحية. وكل عام وأنتم بخير.